جولة صباحية في عالم الصحافة المحلية العربية والأجنبية، بدأنا ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا، وبداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملتها الصحافة المحلية لنقرأ من الثورة التي عنونت استشهاد 5 عسكريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف مطار دمشق، ونقاط بريف الجنوبي سوريا تدعو إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تشرين كان عنوانها لليوم. مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون القرى المحيطة ببلدة أبو راسين. الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الممارسات الإجرامية بحق أهالي الحسكة. أما عربيا اخترنا لكم صحيفة الشروق التونسية التي عنونت بنوك لبنان تعلن غلق أبوابها 3 أيام بعد اقتحام نفذها مودعون. في الذكرى 40 للمجزرة صبرا وشاتيلا جرح نازف في ذاكرة الفلسطينيين. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست التي عنونت ترامب يهدد بالعنف إذا تم عرقلة ترشحه للرئاسة. ذا نيويورك تايمز كان عنوانها لليوم البنك الدولي يحذر ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود عالمي. الجارديان البريطانية عنونت لليوم بعد الملكة إليزابيث وحدة بريطانيا عرضة للخطر وتراجع لأهميتها الدولية، لكن الأمور ليست بهذا السوء. البيس الإسبانية كان عنوانها لليوم الداخلية الإسبانية تغير حجم تدفق الهجرة السرية نحو إسبانيا. وفي أخبار الرياضة صحيفة ماركا الإسبانية كان عنوانها لليوم سيرجيو راموس متواجد في قائمة إسبانيا المبدئية، نيمار يقفز إلى دفاع فينيسيوس. كيرير ديل سبورت الإيطالية عنونت ديبالا ترحب في روما يثير القشعريرة وأريد أن أفوز مع مورينيو. لاتسيو ينهار أمام ميتشلاند بخماسية في الدوري الأوروبي. استهتار أممي بالأمن النووي عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيه متى وقعت الحوادث التي لا لبس فيها وجب التحرك السريع لوقفها وإدانة مرتكبيها لما قد تجلبه من مآس. وهنا يجب قول الحقيقة وذكر مصدر الخطر والشر بكل موضوعية خدمة للإنسانية. فلصوص التاريخ كثر ولصوص الأرض ومخربوها هياكلهم واضحة وضوح الشمس في عزة الظهيرة. تسليط الضوء على الغرب وأفعاله التخريبية في العالم وانحياز المنظمات الأممية لخياراته دون البحث عن الحقيقة أمر واجب وضروري، وعدم توضيح الصورة وتسليط الضوء على الدمار الكارثي الذي ضرب عقول الغرب في الحروب التي يغذونها من سوريا وصولاً لأوكرانيا يحمل الغرب على التمادي. تصويت مجلس المحافظين في الوكالة الذرية على تبني قرار يدعو روسيا لإنهاء وجودها في محطة زاباروجيا النووية أمر يضر بسلامة المنشأة النووية. فموسكو تعمل بكل وسعها لمنع كارثة نووية مصدرها القصف الأوكراني المدعوم غربيا، وهذا أمر يجب أن تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا أن تقف في وجهه وتتعامى عن القصف المرعب الذي يهدد بإخراج الغول النووي ليلتهم ما حوله. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان ما السر الكامن وراء إحساسنا بأن الوقت يمر بسرعة؟ قد نشعر أحياناً أن الوقت يمر بسرعة كبيرة حتى أننا لا يسعفنا أن نقوم بكل ما نريد خلال النهار. في هذا السياق نشر باحثون دراسة على تويتر تشير أن إحساسنا بمدى سرعة مرور الوقت ناجم جزئياً عن التغيرات في أجسامنا، حيث أظهرت الدراسة بشكل عام أن الملل والعزلة الاجتماعية والعواطف السلبية مرتبط بتباطؤ مرور الوقت، لأنك ستفكر باستمرار بمرور هذه الأزمة وذلك سيجعل عقلك الباطني مدركاً لكل دقيقة، في حين أن زيادة الرضا الاجتماعي وانخفاض التوتر مرتبطان بمرور الوقت بسرعة أكبر، وبالتالي الوقت هو ذاته لا يمر بسرعة، ولكن مشاعرنا هي التي تختلف. وظيفة الأحلام عنوان خبرنا في الصفحة الأخيرة وجاء فيه الشاب الياباني والبالغ من العمر 38 عاماً
كسب ما يقارب 70 دولار في الساعة من خلال قيامه بعمل وهو عدم القيام بأي عمل. نعم، حيث يتقاضى الشاب المال لكل حجز يتواجد من خلاله كمرافق مع عملائه. يقول الشاب: وظيفتي هي أن أكون في أي مكان يريدني زبائني أن أكون فيه، وألا أفعل شيئاً على وجه الخصوص، فقط مرافقتهم لعدم شعورهم بالملل، مضيفاً أنه يجري حوالي جلسة أو اثنتين يومياً. قبل أن يجد الشاب وظيفة الأحلام، كان يعمل في شركة طباعة، وكان غالباً ما يتعرض للتوبيخ لأنه لم يفعل شيئاً. ومن هنا خطرت له الفكرة وقال: بدأت أتساءل ماذا سيحدث إذا قدمت قدرتي على عدم القيام بأي شيء كخدمة للعملاء. لينجح بالفعل ويكسب شهرة واسعة مكنته من اكتساب 250,000 متابع على تويتر. أما الآن مشاهدينا مع الشتير السمير كاريكاتير. جولة الصحافة انتهت لليوم، اللقاء يتجدد غدا، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.